إخوتي أهلا بكم في قناة مكاسب الإنترنت مع فيديو جديد. أتيتكم بموقع لربح 100 روبل بالمجان. هذا الموقع إخوتي تستطيع أن تربح الروبل بعدة طرق. سنرى اليوم سعر الروبل إخوتي. لنرى هكذا. إذا 1 روبل يساوي 0.017 دولار. إذا 100 روبل يساوي 1.68. انظر إخوتي، هذا هو الموقع. طريقة العمل سهلة جدا إخوتي. أولا نقوم بتثبيت الإضافة، استعملوا جوجل كروم إخوتي أفضل متصفح. نضغط هكذا ثم نقوم بتثبيت هذه الإضافة. تضغط هنا للتثبيت. إذا أردت إظهارها في هذا الشريط تضغط على هذه الخانة. يجب أن تضغط على هذه المسكة كما يقولون هكذا. ها هي الإضافة إخوتي، تظهر على شكل غيمة. هذه مثلا إخوتي، هذا المبلغ عبارة عن 1.53 روبل بالنسبة هذا للإيداع وهذا للسحب لدي 54.84. ستجدون هذا المبلغ هنا. طريقة عمل الموقع سهلة جدا. أولا سنبدأ بالعمل بالمجان. نأتي إلى هنا هكذا، إلى الخانة الخامسة من هنا. قوموا باستعمال جوجل كروم إخوتي للترجمة. أولا هنا تصفح المواقع. نقوم بتخطي أولا هذه الكابتشا هكذا. تضع عدد النجوم التي تراها في هذه الشاشة أو تضغط على هذه الكابتشا. هكذا نضغط على كونفيرمي. هكذا قد تم الدخول الى تصفح المواقع. هاي المواقع اخوتي، هنا يعطيك 2.8 نقاط، هنا 2.8 نقاط، ما يعادل 0.02 روبل اخوتي. تضغط على هذا البانر هكذا ثم تضغط هكذا، تنتظر بعض الثواني. هنا 4 ثواني لا تظهر عندكم. عندما ينتهي العداد سنأخذ الروبل إخوتي هكذا. انظروا، الطريقة الثانية هي قراءة الرسائل من هنا. كل هذه رسائل إخوتي، هنا يعطيك 0.07 رسالة نقطة، ونضغط عليها هكذا هكذا. نقوم بالترجمة. انظروا إخوتي، قد أعطانا هذه النقاط. ونتصفح مواقع أخرى إخوتي. هنا لعبة حظ إخوتي، تضغط على هذه الخانات لتقوم بالربح. ماذا يوجد أيضا هنا؟ اليوتيوب. هنا اليوتيوب إخوتي، تشاهد هذه الفيديوهات وتأخذ هذه النقاط 0.04 روبل. كل هذه فيديوهات.
يوجد أيضا هنا المهام، هذه أرباحها كبيرة إخوتي. يوجد عدة مهام مثلا الاشتراك في القنوات ونشر منشور في قناة اليوتيوب يعطيك نقاط، هنا تسجيل في المواقع يعطيك نقاط، تضغط هكذا مثلا ثم تكمل المهمة. هذه كلها مهام. هنا مهام التليجرام، هنا يعطيك 1 روبل إخوتي، هنا 50 روبل. بطريقة سهلة جدا إخوتي، العمل على المهام ربحها كبير إخوتي. هنا أيضا هذه طريقة أخرى للربح، هنا الإعلان في الموقع أظن إخوتي. هنا إعلانات فقط إخوتي. إذا اعملوا على 5 هذه الطرق للربح. بالنسبة هنا للإيداع إخوتي وهنا للسحب، تضغط هنا هكذا تضع القيمة هنا إخوتي، ها هي القيمة، وها هي القيمة الخانة الثانية. هنا تضغط أولا يبعث لك الموقع الكود، تضعه هنا ثم تضغط على هذه الخانة لتفتح لك قائمة السحب إخوتي، أو تستطيع أن تسحب من هنا أيضا بنفس الطريقة، تضغط على هذا الرقم تسحب. هنا لدي 54.87 روبل. هنا كما قلت لكم الإيداع، هنا الإحالات إخوتي، لنضغط عليها هنا روابط الإحالة. هنا رابطين إخوتي، استعملوا هذا الرابط. هنا صفحة أخرى إخوتي للإحالة. الطريقة الأخرى لربح هي عبارة عن الاستثمار في الموقع وشراء شركات إخوتي أو شراء أجهزة، تضغط على هذه الخانة الأولى، تقوم بالإيداع من هنا أولا إخوتي أو من هنا، ثم تقوم بشراء هذه الأجهزة أو هذه العمارات. هنا مثلا هذه العمارة قيمتها 100 قطعة، ما يعادل 1 روبل إخوتي. هنا الحد الأكبر للشراء هو 7 عمارات. هنا العمارة الأخرى عبارة عن قهوة إخوتي قيمتها 10 روبل. هنا عبارة عن مطعم قيمته 50 روبل إلى آخره. كل هذه هنا مصنع إخوتي قيمته 1000 روبل. هنا فندق قيمته 250 روبل. تقوم بالشراء إخوتي من الموقع. هنا إخوتي عند الشراء تقوم بجمع الأرباح يوميا. تقوم بجمع الأرباح وبيعها من هذه الخانة. انظروا كل هذه العمارة التي اشتريتها، هاي أخوتي لدي هذا المبلغ أخوتي. لو نضغط على هذه الخانة هكذا سيقوم بتغيير المبلغ. نقوم بتحديث الصفحة.
انظر اخوتي هنا، كان في لدي 54 اصبح 55. هنا اخوتي استطيع ان اشتري العمارة الاولى. كذا تقوم بالاستثمار وتشتري العمارات. أظن هذا ما لدي في هذا الموقع. أتمنى أن يكون هذا الموقع قد أعجبكم. لايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.